برنامج كمان زمني. فهم بصدد الانتهاء من هذا البرنامج، وهيعرض على المسؤولين كبار المسؤولين في مصر في المستقبل القريب تمهيدا للبدء في عمليات الحفر مع بداية العام القادم. ويمكن برضو كلمنا في الحوار انه في خطة عمل بالفعل بيجهزوها عشان يطرحوها على الرئيس. مظبوط. الخطة دي بتشمل تواريخ مثلا اشتغل امتى، فين، ازاي، انتاج ايه؟ بيبقى على حسب ما ذكر لي ان هيبقى في برنامج زمني، يعني باشهر وتوقيتات زمنية محددة لإنجاز العمل الخاص بالمشروع. طبعا انا ما اعرفش اذا كان حضرتك قيل لحضرتك ولا لا، ان ما اعلن عن الاحتياطات الموجوده في الحقل اقل، تبدو اقل بكثير مما هو موجود فعلا. لانه الشركه الايطاليه التزمت بمنهج متحفظ في الاعلان عن الامكانيات الحقل، انما هي يبدو من الشواهد ومن الاعمال اللي بتقوم بيها انه يمكن ما اعلن عنه يمثل نسبه ضئيله من الانتاج الفعلي اللي هيتم تحقيقه. ده من ناحيه. ليه؟ مش عايزين يعلنوا عن كل حاجه. الناحيه الثانيه انه يمكن يكون تحت، على حسب ما ذكروا لي، يكون في حقل اخر اسفل الحقل اللي تم اكتشافه. الشركات البترول دايما بتكون بتتحوط او بتاخد منهج كده متحفظ علشان ما تندفعش في الاعلان عن حاجات غير مؤكده. فهو قال انا من واقع الاعمال التي قمت بها التزمت ان انا اكون متحفظ في البدايه، لكن عندنا من الشواهد والدلائل ما يؤكد ان امكانيات هذا الحقل يمتد على 100 كيلو متر مربع. انه امكانيات هذا الحقل اكثر من هذا بكثير، وليس 30 تريليون كيوبيك فيت، وانما قد تصل الى 50 و60. وهو في البيان اللي طلع قال ان ده هيوفي احتياجات مصر طوال عقود قادمه. فانا طبعا كلمة سألت. عقود يعني عشرات السنين. فأنا سألته يعني عقود دي قد إيه؟ قال لي أولا ممكن توصل إلى 60 70 80 سنة، وده بيتوقف أيضا على التطوير.